مرحبا بكم في فيديو جديد في المطبعة، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن طباعة الـ3D. هيكون معايا عبد الرحمن، هيكلمنا ان شاء الله عن طباعة الـ3D وازاي تشتغل المكن، وكمان هو بيصنع المكن ده. فيلا بينا نبدأ. طبعا دوت علشان توفير الخامه، انت تقدر تتحكم في المسافات الفراغيه ما بين كل اللاينز ديت، بحيث ان انت توفر خامه لان ده كله بيترمي. طب هنا انت قلت لي انك بتطبع قطع غيار لمكنه، قطع غيار مكنه تصوير. اه يعني بنقدر ان احنا نوظف ال 3D برينتنج حتى في قطع الغيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. سلسلة في المطبعة مكملة، وبنحاول نجيب كل أنواع الطباعة، والنهاردة مع طباعة الـ3D اللي هنشوف إزاي بقدر إن أنا أستخدمها وأوظفها في حاجات كتيرة قوي. ومعايا طبعا عبد الرحمن هيشرح لنا بقى إزاي بنتعامل مع النوع ده من الطباعة، وده واحد بيدق فوق. يلا بينا نبدأ. في البداية برحب بيك عبد الرحمن، وليه اخترت الـ3D printing؟ مع انه مجال مش منتشر في مصر. طيب، وايه انا ممكن اعمله؟ الـ3D printing يعني ممكن مبدئيا نقول انها عامله زي مصنع في بيتك، تقدر من خلالها تعمل اي حاجه، سواء كان شغلك في اي اتجاه، سواء كان مجال طبي، مجال هندسي، مجال فوتوغرافي، مجال معماري. يعني احنا في الـ3D printing كـ3D printing service بنخدم كل الفئات دي، سواء كانت فئات معمارية، فئات هندسية، فئات طبية، ايا كانت الفئة. فالـ3D printing بيتيح لك ان انت تصنع اي حاجة من غير اي ضغوطات، او ايا كان الحمل اللي عليها بطرق التصنيع الاخرى، كتكلفة، كايا كان. فانت من خلال الـ3D printer بيكون معاك بس الماتيريال او الرو ماتيريال اللي انت بتشتغل بيها، معاك الديزاين، تقدر تعمل اللي انت عايزه. طب بخصوص الديزاين، ايه البرامج اللي انا بشتغل عليها علشان اطلع التصميم عشان اطبعه 3D؟ اي برنامج كاد فيه يفضل ان هو يكون فيه صيغه الاخراج STL او الستيريو ليثوغرافي، دي بتاعه التصاميم الـ3D عامه. بناخد الصيغه ديت او الديزاين اللي بالصيغه ديت، بنحطه على برنامج السلايسر، ايا كان هو الديزاين. البرنامج فيه سلايس 3R، فيه سمبليفاي 3D، فيه كيورا، فيه كذا برنامج للسلايسنج. بناخد الديزاين زي ما هو، بنحطه على برنامج السلايسر، بنقسمه لطبقات، وبنشوف الطبقات ما بين الطبقه والطبقه كاعدادات، يعني بنشوف الطبقه والطبقه ما بينهم قد ايه، بنشوف الاعدادات بتاعت الريتراكشن اللي هي السحب والانتقال، بنشوف اعدادات الضخ بتاع الاكسترودر، بنشوف الانفل بتاع الخامه من جوه او البورت من جوه هيبقى عامل ازاي، بنشوف كل التفاصيل دي قبل ما نبدا نطبع. طيب ما شاء الله عبد الرحمن، انت قلت لي انك بتقدر كمان انك تصنع البرينتر نفسها، يعني مش بس بنشتغل عليها، احنا بنصنعها كمان. الحمد لله. بالنسبه للـ3D printer عامه، الـ3D printer في الفتره الاخيره تطورت بشكل كبير جدا، وده لان في مجموعه في اوروبا او في امريكا مش متذكر، عملوا مشروع اسمه الريب راب. ايه هو مشروع الريب راب؟ مشروع الريب راب يتلخص في انك بتصنع مكنه، تقدر تصنع مكنه ثانيه من خلالها، بمعنى ان انت بتعمل التصميم بتاعك في جزء كبير جدا منه 3D printed. يعني المكنه دي على سبيل المثال كل الاجزاء الجوينت اللي فيها ديت مطبوعه. فدي ميزه من المزايا بتاعت الـ3D printing. كل الشغل ده مطبوع؟ كل ده مطبوع، كل الاجزاء الجوينت ديت هنا وهنا وتحت البيد وكل الحاجات دي مطبوعه. هو قصده الجوينت اللي هي دي، لكن الاجزاء الميكانيكال والاجزاء بتاعت الحركه والسيور والكلام دي كلها حاجات بتتباع في محلات الالكترونكس عادي جدا. والموضوع كله اولا عن اخر كله اوبن سورس، فاي حد يقدر يتدخل ويعمل اللي هو يقدر عليه، سواء كان يصنع حاجه موجوده او يبتكر حاجه جديده في السوق. ودي برضه كمان متصنعه؟ دي برضه متصنعه، بس دي طبعا نظام هايبر كيوب اللي هو الاكس والواي فوق والزد تحت، هو اللي شايل البيد، غير دول الاكس لوحده
والواي لوحده والزد شايل الاكس. يعني ده احسن ولا ده احسن؟ لا ده ايكون وده ايكون مش حكايه احسن، ده بيبقى احسن في السرعات العاليه لان الاكس والواي مش شايلين حمل ومش متحملين على الزد زي ده. طب بتفرق في ايه طيب؟ كمكنه يعني؟ اه كشغل ما بتفرقش في حاجه، في السرعه بس. وكحجم طبعا ديت بيبقى فيها حجم كبير لانك بتكون اصلا ضامن ان الفريم بتاع المكنه بيبقى شكل شكل كيوب كده كبير. دي اصلا اسمها هايبر كيوب. تمام؟ فديت بيبقى الفريم بتاعها ستيبل كتير عن المكنه دي. طب اكبر مقاس ممكن اعمله المكنه ايه؟ لا ده مفتوح ملوش ليميت يعني. في ناس مش ملتزم بحجم هيد معين، ملهاش حاجه ستاندرد. دي ميزه بقى انها اوبن سورس، اي حد يقدر يتدخل ويعمل حاجات بمنتهى الروعه. يعني بره في ناس بتعمل مكن متر في متر في متر اصلا. يعني ممكن يصنع عربيه. اه يعني ده موجود، ده عمله واستكلاب بره 3 دي برينتد بكربون فايبر، خامه الكربون فايبر. طب الماتيريال، انا كنت لسه اسالك، الماتيريال تستحمل في رو ماتيريال؟ اه بتستحمل ان انت على حسب برضه زي ما بقول لحضرتك الموضوع بيبقى على حسب. يعني في خامات بتستحمل، في خامات فيها سنه ليونه ما بيستحملش فيها الكلام دوت. طبعا بيبقى الحاجات اللي بتستحمل زي النايلون زي الكربون فايبر، بس الحاجات دي مكلفه شويه. تمام. بس طب تعالى نوري الناس ايه اللي نقدر نعمله بال 3 دي برينتنج، او احنا كده كده هنوريهم مرحله طباعه ميداليه صغيره. اه هنشوف المراحل مع بعض. زي الفل. في عندنا مثلا المسمار يعني الصاموله ديت، يعني دي العينات اللي انا بقدر اعملها. يعني اقدر اعمل كمان مسمار صاموله، وانا شايف الكواليتي بتاعهم قويه، انا كنت فاكرها اضعف من كده. بيتفك ويتربط بكل سهوله. انت اللي بتحدد له الديزاين بتاعه؟ الديزاين بتاع الحاجات دي معظمها اوبن سورس. معظم الحاجات دي اوبن سورس ما عدا الحاجات ال التو كولرز ديت معموله مخصوص في شغل الحاجات الطبيه، هيبقى مرغوب. ما هو بقول حاجه بيخدم كل الفئات. اه سواء كانت فئات هندسيه، فئات طبيه، فئات معماريه، فئات ايا كانت الفئه. في كده فيها ليونه شويه. اه دي حاجات الفليكسبل بتبقى معموله بنظام جوينت. الحاجات اللي جوه دي بتبقى لينكات. اه لينكات ماسكه في بعضيها، وفي ما بينها توليرنس. توليرنس بسيط تقدر ان انت تظبطه في ال 3 دي برينتنج يعني. وبيفرغ لك كل ده، بيبقى فيه رايش بيتنضف بعد كده ولا هي؟ لا لا لا، هي بتطلع كده، بتطبع على البيد كده. اه بتطلع كده، اللييرز بتتعمل فوق بعضها. مفيش اي تفنيشه او ايا كان. نفس الكلام برضه. والله مفيده برضه. مش بس كده، كمان تقدر تعمل الشكل ده. وقع الشكل. دي ميداليه. انت عامل ده كله 3 دي برينتنج؟ ده روبوت ارم. اه روبوت صغير بتقدر كمان انك تطبعه 3 دي كله، يعني كل ده مطبوع 3 دي. ده كان بيتحرك، كان ليه اصلا بورد كنترول ومواتير دي بتتحرك، والروبوت ده بيتحرك يمسك حاجات وبتاع، بس مركون دلوقتي يعني. تمام. يعني اي حاجه بتقدر تعملها، حتى الجرابات بتاعت الموبايلات بتعمل اي حاجه. هي ميزه ال 3 دي برينتنج انك داخله في كل حاجه، اي شكل تقدر تطبعه داخله في كل حاجه قويه. هي بنيجي بقى لنقطه الوقت، بياخد وقت قد ايه في الطباعه؟ دي اكتر مشكله بتواجهنا في ال 3 دي برينتنج، ان ال 3 دي برينتنج الاف دي ام بتاخد وقت كبير جدا. ده يعني عشان مثلا اعمل حاجه بالحجم الصغير ده هتاخد وقت قد ايه؟ ممكن مثلا قيمه ساعه. مثلا حاجه صغيره زي كده، بس طبعا الوقت على اساسه بتكون الدقه. اه يعني هم مرتبطين مع بعض ترابط طردي، كل ما زاد الوقت كل ما زادت الدقة، كل ما قل الوقت كل ما قلت الدقة، ولكن طبعا بيعتمد إلى بشكل كبير على الاستابيليتي بتاعت الماكت أو بتاع البرنتر بتاعتك يعني. تمام. فكل ما كانت البرنتر ستيبلد كل ما كانت الطباعة هتكون معاك أحسن في السرعة. تمام. يلا بقى نشوف مراحل الطباعة إيه هي. يلا بينا. دلوقتي إحنا رحنا على الكمبيوتر علشان نطبع مثلا ماتيريال هيونداي. ايه المراحل بتاعتي؟ انا علشان اصمم لازم اصمم على اوتوكاد؟ على اي برنامج كاد، اي برنامج كاد. في يفضل طبعا صيغه الاخراج الاس تي ال اللي هي ستيريو ليثوجرافي، اللي احنا بناخدها بنعمل لها عمليه سلايسنج وبنظبط اعداداتها وبنبدا طباعه. تمام. فاي برنامج كاد بيدعم صيغه الاس تي ال يفضل، يعني ممكن بقى في برامج ثانيه ما بتدعمش الاس تي ال، يا اما بنحول لها صيغه يا اما بنصممها على اي برنامج زي ما بقول لحضرتك في بيدعم الاس تي ال يعني. تمام. طب دلوقتي ده البرنامج اللي هو بتوصل بالمكنه، ده برنامج السوليد ووركس. اسمه ايه؟ السوليد ووركس، ده اللي بنصمم عليه. سوليد ووركس. اه ده اللي بنصمم عليه. اه بس الديزاين ده طبعا اصلا جاهز اوبن سورس، يعني متاح في على ثينجيفيرس.
فاحنا هناخده ك STL هنحطه على برنامج السمبليفاي 3D. ده برنامج بتاع السلايسنج اللي بنطلع من عليه الجي كود اللي بنطبعه. تمام. بنيجي نعمل له الاعدادات بتاعته، بنظبط له الاعدادات كاري تراكشن اللي هو لما يجي ينتقل من مكان لمكان علشان ما يسيلش في المنتصف، بيعمل حاجه اسمها ريتراكشن، بيسحب الخامه عشان يوقف ضخ، بعد كده ينتقل وبعد كده يضخ تاني علشان ما يسيلش في النص. فبنظبط الاعدادات دي كمسافه وكسرعه، وبنظبط ال تختلف من شكل لشكل اكيد ولا واحده؟ الريتراكشن لا واحده، تعتبر واحده، لان انت بتعمل لها تيست كريتراكشن زي اللي هي ده تيست ريتراكشن. الانتقال صغير. الانتقال بنجرب الانتقال هيبقى عامل ازاي. تمام. لكن الاعدادات الاساسيه هي كلها واحده، اللي بنغير فيه هو ممكن يكون الارتفاع ما بين الطبقه والطبقه او الملء بتاع الخامه من جوه. تمام. يا اما يكون هولو خالص او ممكن يكون سوليد خالص او ممكن يكون بقى درجات في المنتصف باي شكل بقى، ممكن يكون يا اما يتقفل ريكتلينير او يتقفل هاني كامب او يتقفل، يعني مثلا دوت الهاني كامب اوريه لحضرتك. ده بيديك شكل المكنه وهي ده بيديك سيميوليشن للمكنه وهي بتطبع. نزوده شويه عشان نشوفه بس. ده الملء بتاعه من جوه اللي هو اللون البرتقالي ده، دوت شكل الهاني كامب. تمام. طب ممكن اخليه فاضي من جوه ما يملاش؟ ممكن اخليه فاضي. برضه يوفر معايا في الماتيريال، بس هتبقى اضعف اكيد. بس هتبقى اضعف، وفي نفس الوقت انت بتحتاج علشان التوب لاير، التوب لاير اللي هي اخر طبقه في الماكت، لازم يكون تحتيها تدعيم. يا اما التدعيم دوت يكون سبورت، وهنتكلم عن نقطه السبورت، او يكون انفل من جوه. يعني لو جوه الماكت نفسه بيكون انفل، خارج الماكت بيكون سبورت. تمام. فلو مفيش انفل خالص من جوه، بس طبعا انت بتكون عامل حسابك في حاجه زي دي، يعني مثلا دي مقفوله بشكل كيرف، فانت مش محتاج جوه انفل. لكن لو حاجه فيها سطح كامل بتحتاج طبعا انفل علشان التوب لاير دي ما تسقطش منك. تمام. دوت مثلا احنا جوفناه من جوه اهوت. يعني انت بتتحكم في الشكل ده من البرنامج ده. بالظبط. كل الاعدادات بتاعته اللي هتتنفس في الطباعه بتتحكم فيها من هنا. هل في شرح للبرنامج ده على الانترنت عربي؟ في، بس قليل قوي، قليل قوي. يعني في البرنامج تاني اسمه كيورا، دوت كيورا اشهر شويه ممكن. سمبليفاي اكتر بيستخدموه بره مش في مصر. في عندنا ايه الفرق ما بينهم؟ هل التاني فيه امكانيات اكتر؟ في حاجات ادفانسد كتير عن دوت، يعني دوت سيمبل كتير عن التاني. كيورا في حاجات ادفانسد يعني كتير قوي. يعني للمبتدئين في ال 3D برينتنج يبقى كويس. مش بس للمبتدئين، هو للي عايز يطبع دايركت ومش عايز يوجع دماغه بحاجات ادفانسد كتير. انا بشتغل عليه وافضله عن كيورا، وكيورا كمان تقيل لان هو في حاجات سيستماتيك كتير قوي، فبياخد وقت على اصلا ما يفتح الموديل او على ما يحمل الاعدادات او السيميوليشن بتاعه، بياخد وقت. يعني بيحتاج جهاز قوي علشان يقدر يساعدك في حاجه زي دي، لكن السمبليفاي بيشتغل عادي على اي حاجه، مفيش مشكله. تمام. طب دلوقتي المرحله ايه بعد كده؟ دلوقتي احنا بنجهزها للطباعه، نظبط السرعه. سرعه ايه بقى؟ سرعه الطباعه. يعني انت الملف ده نفسه بتحط فيه كل الاعدادات وكل الاعدادات على الميموري كارد على المكنه، بنطلعه بشكل جي كود. الديزاين بتاعنا بنخرجه بعد كده بحاجه اسمها الجي كود. الجي كود ده بيكون عباره عن اوامر او تراكات مرصوصه فوق بعضها زي اي لغه برمجه. طبعا المذر بورد انت بتكون حاطط لها كود بيتفهم اللغه ديت وبيحولها لحركه مواتير وضخ للخامه بالشكل بتاع الحاجه اللي انت بتطبعها. بخصوص بقى الماتيريال، احنا ايه الالوان اللي موجوده وايه الماتيريال دي نفسها اصلا؟ خلينا نطلعه فوق. يعني انا شايف ما شاء الله هي بتبقى عباره عن بكره او رول. يعني خامه بلاستيك كده، رول ملفوف. رول ملفوف على البكره البلاستيك. طب في منه كل الالوان اكيد؟ في منه كل الالوان، وفي منه انواع كتير. في خامات طبعا بتبدا من اول خامه البي ال اي اللي هي تعتبر افضل خامه في السوق، البي ال اي البولي لاكتيك اسيد. وطبعا كل خامه بتتميز عن الثانيه بحاجات، يعني البي ال اي دي افضلهم في الاعدادات بتاعتها من حيث الطباعه. طبعا الوانها كلها متوفره. البي ال اي برضه بتتميز ان هي امنه نوعا ما على الاستخدام الادمي، لو انت تطبع بيها كوبايات، تطبع بيها اطباق، حاجه زي كده، دي امنه. غير مثلا خامه الاي بي اس. الاي بي اس من مميزاتها انها بتتحمل درجه الحراره بعد الطباعه، ممكن توصل ل 100 درجه مئويه او 90 درجه مئويه.
لكن البي ال اي يعني ما تسحش بعد الطباعه. اه بس ليها ليميت يعني ممكن 90 درجه مئويه بعد كده تبدا تلين معاك. البي ال اي عند ممكن عند 50 درجه مئويه او 60 درجه مئويه يبدا يلين معاك. لكن الاي بي اس مصنع من مشتقات البترول فغير امن وغير مصرح مع الاستخدام الادمي. تمام. ده يستخدم في اي حاجه يعني مسمار يعني حاجه استهلاكيه بعيدا عن البشر. حاجه هندسيه معماريه ايا كان بس تكون غير مستهلكه ادميا يعني. انما بقيه الماتيريال دي بقيه الماتيريال ماتيريال امنه البي ال اي وفي خامات طبعا تانية زي البي تي جي والتي بي يو. التي بي يو اللي هي الخامه المرنه برضو دي امنه. ديت بتعمل منها زي الكفر السيليكون بالظبط بتاع الموبايل يعني نفس الفكره كده بالظبط. طبعا كل الالوان بتلاقيها متوفره وموجوده هي بتبقى عباره عن رول. تمام. طب دلوقتي انا هبدا ان انا اختار اللون بتاع الديزاين اللي عندي ده هيونداي اعلان غير مدفوع المدفوع. نبدا ندخل الخامه. طب قول لي بقى واحنا بنظبط الاعدادات هي ايه المراحل بتاعه ال 3D برينتنج يعني هو دلوقتي المفروض بيعمل ايه يعني البلاستيك ده بتمشي مرحلته ازاي لحد ما بيوصل لتحت اللي هو يبدا ان هو يرسم لي الديزاين اللي موجود عندي ده. اولا الموضوع بيبدا بان احنا طبعا بنجيب البكره بنحطها على اي ستاند هي ممكن تحط على ستاند هنا او ستاند هنا ايا كان شكله يعني. انتوا مصممين عاملين المكنه دي برضه مش مقننين بحاجه. اه في عندك امكانيه ان انت الخامه ديت تعمل لها اكسترود من فوق بحيث انها تدخل من غير تدخلك انت يعني انت بس بتحط الخامه عند اول الاكسترودر وبعدين بتبدا هي بتشتغل بقى بتوصل لوحدها. الخامه طبعا اول لما بتوصل تحت تبدا تدوب. ممكن ارفع لك ثواني ارفع لك يعني هي سخانات هنا. اه بالظبط الكنترول بتاعها الخامه بتدخل من هنا اهوت. ايوه ايا كان مكانها او موضوعها طبعا بتعمل في الاعتبار الحاجات ديت كتر تعرضها للهواء والرطوبه. الخامه بتبدا تتكسر معاك فيفضل طبعا ان بيكون في حاجه اسمها دراي بوكس زي اللي انا عامله تحت دوت. بيتحط فيه خامه السيليكا جيل اللي بتشفط الرطوبه بيتحط فيه الخامات وبيخرج على طول على الاكسترودر علشان ما يتعرضش للهواء لان تعرضه للهواء كتير تبدا الخامه دي تتكسر. تمام. تمام. الخامه بتدخل هنا ايا كان مسارها بتدخل هنا اهوت. ده عندنا هنا الران اوت سنسور بحيث ان الخامه لو خلصت مثلا لو البتاع ده قطعناه من هنا لو السنسور دوت سويتش على ان الخامه خلصت لان في سويتش جوه يعني الخامه بتعدي من هنا السويتش دوت مقفول. ايوه الخامه بتتكسر السويتش بيتفتح فالمكنه بتقف اوريدي وبتبعد عن البورت بحيث ان انت تغير الخامه وتبدا تكمل علشان ما تشتغلش بالظبط عشان الحاجه ما تبصش وما يشتغلش والخامه مش موجوده يعني. ايوه وفي عندنا هنا بعد كده الريموت اكسترودر او الباودن اكسترودر اللي هو ده اللي هو موتور الضخ موتور ضخ الخامه ده بيبقى مظبوط ان هو يضخ كميه معينه في وقت معين بالظبط بيكون معمول له حاجه اسمها الكاليبريشن بحيث ان انت بتظبط الملي يبقى ملي السنتي يبقى سنتي تظبط دوت من حيث الستيبر مليمتر اللي هي الخطوه بتاعت الموتور موتير الستيبر وبتظبط الاكسلريشن وبتظبط طبعا السبيد بتاعتها بتاعت الحركه الحاجات دي كلها بتتوافق مع بعضها طبعا ده كله بيكون معمول حسابه في الكود بتاع المذر بورد وبتبدا تنفذ الكلام دوت على المكنه. جميل. انا شايفها دلوقتي بدات تنزل اجزاء كده. طبعا الخامه اول لما بتوصل تحت في عندنا هنا منطقه الهوت اند. الهوت اند دي بيكون فيها سخان وسنسور حراره ومروحه تبريد على البارت ومروحه تبريد على الهوت اند ديت. جميل. علشان الفيلمنت حراره قد ايه تقريبا؟ انت بتكون مسخن على درجه حراره انصهار الخامه. احنا دلوقتي بنستخدم خامه البي ال اي. البي ال اي رينج درجه حرارته من 190 ل 210 او 215 درجه مئويه تقريبا. فاحنا دلوقتي مسخنين على 210. تمام؟ فطبعا اول لما نبدا نضخ او ندي خامه اوريدي طبعا هتبدا تنصهر وتنزل قدامنا بالشكل اللي تحت دوت. جميل. طب بتنزل ناشفه ما بتنزلش ناشفه بتنزل طريه انها طبعا بتبقى منصهره شبه منصهره. ولكن على حسب الخامه بتشغل التربو فان او مروحه التبريد على الحاجه اللي بتطبع. تمام. ده ليه؟ لان في خامات درجه انصهارها ودرجه تصلبها الفرق ما بينهم كبير زي البي ال اي. فرق درجه الانصهار ودرجه التصلب كبير يعني ممكن مثلا بتنصهر عند 210 وبتتصلب مثلا عند 100 او 50 مثلا. طبعا. فانت بتحتاج للفرق دوت مع سرعه الطباعه تحتاج تبريد. ايوه علشان الحاجه ما تقعدش تسيح على بعضها. فهمت. تمام. فالحاجه بتخرج من هنا في النوزل تحت
او الفونيا بتاعت الخامه اللي بتخرج منها بيكون ليه قطر او فتحه بتاعت الخروج ديت، طبعا بيكون معروف وبيتحط حسابه في السلايسر بتاعك. جميل. 4/10 من الملي اللي هو قطر الحاجه اللي بتطلع دي. تمام. طبعا عندك هنا الهوت اند اللي فيها السخان والسنسور بتاع درجه الحراره، وعندك النوزل تحت. جميل. وفي عندنا هنا في الجنب السنسور بتاع الليفلنج، بحيث ان انت لما تيجي تطبع على البيد، طبعا في هيتد بيد هنا، دي هيتد بيد توصل مثلا عند البي ال اي 50 درجه مئويه، الاي بي اس ممكن يوصل 70 او 90 درجه مئويه. تمام. البيد ديت علشان تطبع عليها مظبوط والحاجه ما تقومش من على البيد، بتعمل حاجه اسمها ليفلنج. تمام. سواء كان اوتو بيد ليفلنج او مانوال بيد ليفلنج. مانوال بيد ليفلنج زي المكنه ديت، بنحتاج ان انت قبل ما تطبع، او بتحتاج قبل ما تطبع ان انت تعمل هومنج للمحاور كلها، وبتعمل بورقه تحت النوزل بتشوف المسافه. هو انت بتحدد له المسافه بتاعته اللي هيشتغل فيها. بالظبط بالظبط كده، انت بتحدد المسافه في الاربع اركان او على البيد كامله، المسافه ما بين النوزل والبيد، علشان ما يحصلش اي تاشيره او اي حاجه تقوم من على البيد او ايا كان المشكله اللي هتحصل. هنا عندك المانيوال، بس طبعا المكنه شغاله يعني. هنا عندك الاوتو بيد ليفلنج، ده عن طريق السنسور بتاع الليفلنج، بينزل عند البيد في 9 نقط، حضرتك هتشوفه برضه دلوقتي، بيديتكت 9 نقط دول، بيعرف مسافه الفرق ما بين النوزل وما بين البيد، وبيبدا عن طريق القرايات اللي هو بياخدها ديت يعمل معايره لمحور الزد في كل البوينت دي. يعني هنا مثلا الحته دي عاليه، فبيبدا ان هو يوطي الزد في الناحيه دي، يروح هناك الحته دي واطيه، يبدا يعليها شويه وهكذا. المحور ده بيقدر يطلع وينزل؟ اه بالظبط. محور الاكس، محور الاكس دوت متشال على محور الزد. ده محور الواي لوحده، محور الاكس متشال على محور الزد. تمام. فاثناء الحركه بعد الليفلنج بيبدا ان هو يعاير الحركه بتاعه المحاور، علشان يبدا يظبط الحاجه على البيد كلها تبقى مظبوطه، ما يكونش في حاجه مثلا نازله في البيد قوي وحاجه مش لامسه البيد اصلا. تمام. طيب دلوقتي احنا نبدا نختار الجي كود بتاعنا من على الاس دي كارد، برنت فروم اس دي كارد. اه جميل. اللي هو اللي موجود اصلا على الميموري اللي احنا ركبناه. بالظبط. بتعمل ليفلنج، تبدا الاول تعمل هومنج، المحاور كلها بترجع للزيرو بوينت بتاعتها، اللي عندنا الليميت سويتشز. اه دي بتبقى سويتشز عاديه خالص، المحاور بترجع لها علشان دوت يبقى الصفر بتاعها. جميل. تمام. اه وبعدين بس بتبدا انها تعمل هومنج، وبعد ما بتعمل هومنج بتبدا تعمل الليفلنج على البيد، علشان تبدا تساوي البيد، ما يكونش فيه اي حاجه طالعه ونازله زي ما قلت لحضرتك. اه وبعد الليفلنج بتبدا تشتغل على طول. تمام. ده بتعمله عند كل طباعه، لازم في الاول تعمل هومنج علشان تعرف نقطه الصفر بتاعتها، عشان تقدر ترجع لها لو حصل اي ديتكت او اي حاجه، وبعدين بتعمل الليفلنج. ده عامه في اي طباعه يعني. جميل. عشان البيد تكون مستويه. طبعا بتبقى اول طبقه ستيك على البيد. اه علشان ما يحصلش اي حركه للبارت اثناء الطباعه، وده سبب ان البيد هيتد بتسخن، عشان درجه الحراره مع الخامه بتلزقها. ايوه. تمام. فاول طبقه حتى النوزل بيكون مضغوط شويه على البيد، علشان الحاجه تبقى لازقه على اللزق بتاعها. عشان تبقى هي دي الاساس اللي هو بيبني فوقيه. بالظبط، علشان ما يتحركش مع الحركه بتاعت المحاور، المكت كله يطير. فبتبقى ستيك في اول طبقه، تبدا بعد كده تعمل اللايرز بتاعتها واحده واحده، سواء كانت الطبقه سوليد او سواء كان فيها انفل زي ما هنشوف ان شاء الله. دلوقتي خلصت برنت خلاص مظبوط؟ تمام كده. اه طبعه اللوجو بتاعنا طبعا بتبقى هي لازقه بقى، الماتيريال لازقه في القاعده نفسها، بتبقى ستيك طبعا. أوه. علشان ما تتحركش اثناء الطباعه. اه هنبدا احنا دلوقتي نشيلها بسكينه المعجون. اي سكينه تبدا. أوه. ان انت تشيلها وتطلعها بالشكل ده. جميل. تمام. جميل. طبعا الدقه بتاعتها والارتفاع ما بين الطبقه والطبقه 1/10، فانت يا دوبك تشوفها اصلا يعني. هي يا دوب اصلا، عشان ايه ما تاخدش وقت معانا في التصوير. اه حاجه كده سيمبل يعني. اه بس لذيذه جدا والله. طب بتتنضف بصنفره او حاجه ولا اي حاجه عشان تتنعم؟ هي كده ضن جدا. دي شكل السكشن، ده شكل السكشن او نسبه الملء بتاعتها من جوه، الانفل بتاعها. طبعا دوت 20% انفل، دوت مثلا 50% انفل. نسبة الملء بتاعتها هنا أقوى طبعا،
هنا اقل بكتير. لو الحجم كبير دي هتبقى امتن بالظبط، يعني كل ما كتر ال بس طبعا بيستهلك اللي جوه دي بالظبط كده، بس بيستهلك طبعا خامه اكتر بكتير. اه ممكن ضعف الخامه او حاجه اكيد يعني. اكيد ما هو بينبع بالظبط. ودي دي قال. طب هنتكلم عن نقطه ايه دلوقتي يا برادر؟ هنتكلم عن نقطه مهمه دلوقتي وهي السبورت. عندنا السبورت اللي هي الدعم بتاع الحاجات اللي احنا بنطبعها بالظبط. الماكت او الحاجه اللي بتطبع لازم علشان في توب لاير او طبقه عليا لاي حاجه لازم يكون في تحتها دعم. لو كانت جوه الماكت نفسه التوب لاير دي يعني جوه الماكت بيكون جوه في الانفل، فبيكون كافي ان هو يدعم من جوه. لو مفيش انفل الطبقه دي اوريدي هتسقط بالظبط، هتسيل هتسيل بالظبط كده. لكن لو خارج الماكت بنحتاج ان احنا نعمل حاجه اسمها السبورت اللي هي الاولى بالظبط، تبقى خامه ملقه بشكل تدريجي كده طبعا. دوت علشان توفير الخامه انت تقدر تتحكم في المسافات الفراغيه ما بين كل اللاينز ديت، بحيث ان انت توفر خامه، لان ده كله بيترمي. هي مجرد دعم للحاجه اللي بتطبع. يعني هنا مثلا كان في تيوب بالشكل ده ما تقدرش ان انت تطبعها على البيد نايمه، بتعمل بتعمل لها سبورت. مثلا عندنا الحته ديت، الحته اللي هي اللي فوق دي الهوك ده، احنا لو طبعناه كده الجزء ده هيسيل، الجزئيه دي هتسيل، الطبقه دي مش هتطبع اصلا. فبنحتاج ان احنا نعمل سبورت، ومحتاج انك تطبعها واقفه مش نايمه. مثلا ولنفرض ان دوت جالك اوردر محتاج ان انت تطبعه واقف على حيله كده من غير ما تغير الاورينتيشن، هو انت بس كده. طبعا انت تقدر تعمل كده اهو، توفر معاك خامه وتوفر معاك وقت وتوفر معاك كل حاجه. ولكن احنا بنتكلم ان هي برضو الاورينتيشن بيحكم موضوع اللايرز. هل انت عايز الحاجه ديت تبقى ماسكه نفسها، مثلا اللاينز تبقى بالطول فديت تبقى قويه ما تقدرش تكسرها بالشكل دوت، ولا الاورينتيشن يبقى واقف على حيله كده، اللاينز او اللايرز تبقى مرصوصه فوق بعضها تقدر تتكسر بسهوله. فدوت برضو انت بتبص عليه قبل ما تبدا تعمل الاورينتيشن بتاعك. فهي بالشكل دوت هتحتاج تحتها سبورت بالشكل ده. السبورت ده بيبقى جاهز في البرنامج؟ مش جاهز، هو بيديتكت الحاجات اللي محتاجه سبورت، اللي هي الحاجات اللي معموله بزاويه اقل من 45. طب ده بيبقى لازق بقى في المنتج نفسه بالظبط. يعني هو المنتج هنا هو تحتيه سبورت بيكون في نفس المساحه بتاعت الطباعه. هو زي ما زي ما بيظهر لك الفاينل بتحتاج انك تفصله بتفصله بعد الطباعه. يعني هي خامه بيكون ما بينها وما بين مثلا التوب لاير ديت اجزاء من الملي، بحيث ان انت تقدر تعمل كده تشيله تكسره بالظبط. هي مجرد بس دعم للطبقه سنده. احنا لو شفناه دلوقتي اهوت ده شكل هيطلع كده بالظبط. في مسافه اللي هي دي اللي هي يا دوب يسند يا دوبك 2/10 من الملي مثلا، هو يا دوب بس عشان ما تسقطش خالص، فبتكون قريبه من السبورت بتاعها عشان ما تقعش، تبقى بالشكل ده. جميل. وكذلك تحت هنا اهو، ده اللي هو الجزء الخاص بالسبورت. ده الجزء الخاص بالسبورت. طب هنا انت قلت لي انك بتطبع قطع غيار لمكنه، قطع غيار مكنه التصوير. يعني بنقدر ان احنا نوظف ال 3 دي برينتنج حتى في قطع الغيار؟ يعني لو انا في قطعه غيار في مكنه انا شغال عليها ومش لاقيها ممكن ان انا اصلحها بالظبط، وبتديك بنفس الكفاءه والكواليتي بالظبط. بس طبعا ده على حسب اختيارك للخامه. عايز الخامه دي تبقى صلبه جدا يا اما بتشتغل بكربون فايبر او بنايلون. عايز الخامه تبقى وسط او مش قويه قوي او تقدر انها تادي. عندك البي ال اي، البي ال اي بلس. انا قصدي ان الفكره البي تي جي الموضوع ده متاح متاح جدا، وده برضو من اساسيات ال 3 دي برينتنج، ان انت تقدر توظف ال 3 دي برينتنج في اي حاجه مستهلكه عندك، اي حاجه ضاعت مثلا تقدر تحصل عليها تاني عن طريق ان انت بتصممها او بتعمل لها 3 دي سكاننج، بيكون معاك التصميم بتاعها بتبدا تطبعه. الموضوع بسيط جدا جدا يعني. والله الموضوع ممتع جدا وانبسطت معاك جدا. الله يكرمك. الله يكرمك، نورتنا يا استاذ مصطفى، ربنا يبارك عبد الرحمن. وان شاء الله هسيب لكم كل بيانات التواصل والصفحه بتاعتهم على فيسبوك، لسه تقدروا تتواصلوا مع عبد الرحمن باذن الله تعالى. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.